بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية. ومع هذا المقال من على هذا الموقع كما نلاحظ، طبعا يتمحور هذا المقال حول وجه من أوجه تشكلات حرارة الجو التي عرفها العالم مؤخرا ولا زال يعرفها في بعض المناطق. هنا سنتحدث عن نوع من الغيوم بكندا أنها تلقي بالنار فينتج عنها مجموعة حرائق. طبعا نتكلم هنا عن لينياج كراشو دو فو. طبعا لو فيرب كراشي بساقة، المقصود بها بساقة كأن تلقي ما بفمك مثلا على الأرض. إذا نتكلم عن كراشي، طبعا لينياج كراشو دو فو نتكلم عن غيوم كأنها تبصق النار. دي فاست لو كندا، كما نقول أنها تتلف كندا. ديفاستي المقصود به أنك تشكل عطبا، تشكل إتلافا، إفسادا إلى غير ذلك، أنك تفسد. دينياج ديفاست لو كندا، إذا نتكلم عن غيوم أنها تفسد كندا. إذا نتكلم عن دينياج كراشو دو فو، غيوم ملقية للنار. ديفاست لو كندا، أنها تفسد كندا. Il est fort probable que l'on entend de plus en plus parler de cet étrange phénomène à l'avenir. Il est fort probable, واجد محتمل, que l'on entende de plus en plus, بأننا نسمع أكثر فأكثر, parler de cet étrange phénomène à l'avenir, بأننا نسمع أكثر فأكثر عن هذه الظاهرة الغريبة à l'avenir, في المستقبل. La vague de chaleur extrême et les importants incendies qui frappent le Canada, notamment la province de Colombie-Britannique, entraîne un phénomène singulier et particulièrement ravageur. La vague de chaleur. Et donc, nous allons parler de la chaleur. La vague, la mouja. Et donc, la vague de chaleur. Et donc, nous allons parler de la chaleur extrême, la chaleur. Et les importants incendies, ثم الحرائق المهمة qui frappent le Canada, التي تضرب كندا. طبعا عندنا نفس المعنى هنا، لو فيغ فخابي يعني ضرب، فخابي ان انفون يعني انك تضرب طفلا. كي فخاب لو كندا، التي تضرب كندا، نوطامون لا بروفانس دو كولومبي بريطانيك، خاصة اقليم كولومبي بريطانيك. اونتخين نتكلم هنا على لا فاغ دو شالور اكستخيم اي لي زامبورتون انسوندي. اذا نتكلم عن المجموعة هنا اونتخين، انها تؤدي الى اونتخين، أنها تؤدي إلى un phénomène singulier، تؤدي إلى ظاهرة فريدة et particulièrement ravageur، وخاصة أنها متلفة. أحيانا نتكلم عن لو فيرب ravager، غالبا هذا الفعل يقترن بالنار. ravager، لو فيرب ravager المقصود بأنك تتلف ولا تترك شيئا. ravageur، أنها متلفة. Des nuages cracheurs de feu. Des nuages cracheurs de feu. إذا نتكلم عن غيوم ملقية بالنار، أن كما نقول تبصق نارا. En s'élevant dans le ciel. En s'élevant dans le ciel. مرتفعا في السماء أو صاعدا في السماء. Les pépanages de fumée. Les pépanages. نتكلم هنا عن panache، المقصود به شيء ما على شكل باقة. Panache de fumée. إذا نتكلم عن باقة كثيفة دو فيمي من الدخان كي سيشاب دي فو. كي سيشاب دي فو كما نقول التي تنبعث من النيران. إلا شالور انتونس، إلا شالور انتونس، ثم الحرارة الشديدة انتيغاجيس افيك ليميديتي دو لاير. إذا نتكلم هنا عن لو فيرب انتيغاجيغ يعني تفاعل. إذا نتكلم هنا عن الحرارة الشديدة انتيغاجيس، نتكلم عن الدخان المتصاعد من الأرض على شكل باقة، ثم نتحدث عن الحرارة الشديدة انتيغاجيس. كل هؤلاء يتفاعلون افيك لوميديتي دو لاير، مع رطوبة الهواء. سوكي بو كخيي، سوكي بو كخيي، الذي يمكن أن يخلق. سوكي بو كخيي، طبعا عندنا بو هنا لو فيغ بوفوار، أمكن أو استطاع. سوكي بو كخيي، الذي يمكن، طبعا كخيي المقصود بها خلق، أبدع، أنشأ.
إذا نتكلم على كرياسيون يعني الإبداع أو الخلق سو كي بو كري الذي يمكن أن يخلق كون لي كونديسيون سون غيوني عندما الظروف أو الشروط كما عندنا هنا سون غيوني أنها تجتمع. إذا عندما تحصل الأمور إذا طبعا وتجتمع هاد الشروط يمكن أن يخلق ماذا؟ دينياج بيغو كيميلونيمبيس. نتكلم عن سحاب من هذا النوع يسمى بيغو كيميلونيمبيس. إذا نتكلم عن كيميلونيمبيس كي سو فورم او دوسو دين سورس انتونس دو شالور. كيميلونيمبيس نياج دونس اي هو. إذا نتكلم عن سحاب كثيف وعالي دونو دي زوراج يؤدي إلى إعصارات. إذا نتكلم عن سحاب كثيف وعالي على الأرض يؤدي إلى إعصارات. إذا هذا السحاب يسمى كيميلونيمبيس بيغو كيميلونيمبيس. إذا نتكلم عن سحاب كثيف عالي يؤدي إلى إعصارات كي سو فورم أو دوسي دين سورس انتونس دو شالور. كي سو فورم أو دوسي دين سورس انتونس دو شالور الذي يتكون أو دوسي فوق دين سورس انتونس من منبع شديد دو شالور للحرارة. إذا نتكلم عن هذا السحاب أنه زيادة على كونه كثيف إلى غير ذلك هو يجتمع في الأماكن الحارة فزيادة على الإعصارات التي يعطيها طبعا مادام أنه في أماكن حارة جدا طبعا سيعطي أيضا زيادة على الإعصارات سيعطي نيران نسميه بيغو كيميلونيمبيس. مي سي زيترونج نياج ولكن هذه السحب الغريبة نو فون با تو لو طون طومبي دو لا بلوي أن لا تعمل كل الوقت على إسقاط المطر. إل جينيغ بليتو دي طومبي دو فو. طبعا لو فيرب جينيرال مقصود بأحدث أو أدى إلى. إذا هي تؤدي إلى إل جينيغ بليتو إذا هي تؤدي بالأحرى إلى دي طومبي دو فو يعني تؤدي إلى إعصارات من النار اون ليبيرون دو بويسون سوفل مطلقة بويسون سوفل كما نقول صافير قوي دو بويسون سوفل دير ساك إذا تؤدي إلى صافير قوي لريحين كما نقول جافة لريح جافة فيغ لي سول لريح جافة فيغ لي سول نحو الأرض سو كي أتيز لي فلام سو كي أتيز لو فو الذي يشعل النار. طبعا لو فيرب أتيزي المقصود به أشعل سو كي أتيز لي فلام الذي يشعل النيران لو فيرب أتيزي المقصود به فعل أشعل. إي ديسبيرس لي بغاز ثم يشتت الجمر. طبعا كلمة بغاز تعني الجمر ديسبيرس لي بغاز ثم يشتت الجمر سيغ دو لارج ديستانس على مسافات واسعة. اكسبليك ساينس اليرت كما تشرح هذه الجهة اي سوني با تو وليس هذا فقط سوني اون افي با بور ريان كون ازا سورنوم سي فينومين دي نياج كراشور دو فو. وهذا ليس لنا شيء ان وكالة نازا سورنوم انها اسمت سي فينومين دي نياج ان اسمت هاد الظواهر من السحب كراشور دو فو أسمتها باسقات النار. نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.